اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين. اليوم متواجدين معاكم في الهيئه العامه للتعليم التطبيقي، واللي راح نقوم فيه في برنامجكم دوره العاب رياضيه الثالثه للتعليم العالي والشراكه مع بنك وربا، وهو راح يكون اليوم في تغطيه لكره القدم صالات نساء. خلوكم معنا لتغطيه هذه الحلقه. مشاهد عديدة حفلت بها دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي في مباريات كرة قدم الصالات للنساء التي أقيمت على ملعب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. واجه فريق الجامعة الأسترالية في الكويت نظيره فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، وقد كانت المباراة شائقة وشديدة المنافسة ما بين الفريقين، كما أن هناك إقبال كبير من محبي وجماهير هذه الرياضة بعدما وضع كلا الفريقين الفوز نصب أعينهما واستعدادهما قبل هذه المباراة عن طريق التدريب البدني والنفسي. كلا الفريقين اجتهد وحاول بأن يحقق الفوز في هذه المباراة، ولكن حقق فريق الجامعة الأسترالية الفوز على نظيره بنتيجة 12 هدفا مقابل لا شيء لفريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، وليصبح الفائز في هذه المباراة فريق الجامعات الأسترالية على نظيره فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا في أول مبارياته في هذا الدوري. معك طالبة مريم فودري، جامعة أسترالية، ألعب كرة قدم صالات. مريم، كلمينا شلون جاهزيتك لمباراة اليوم؟ والله المعنويات أوكي، بس قبلها كان عندنا بطولة ثانية فكنا نحتاج شوي وقت زيادة، بس كل شيء تمام الحمد لله. إنزين، شلون راح تشوفين أدائك اليوم حق المباراة؟ والله أعتقد إن راح تكون مباراة صعبة، فإن شاء الله نعطيك اللي عندنا. مريم، احنا الحين نشوف اقبال جدا البنات كبير على اللعب بالقدم، هل فرق معاكم على السنين الماضيه؟ اي، انا كنت داشه الجامعه من 2018، فرق علي وايد من ناحيه الجامعه، من ناحيه السوشيال ميديا عندنا بالجامعه صار فوكس وايد على النساء، كان قبل بس انه على الرجال، بس الحين زاد السبورت حقنا. معك اللاعبة رزان عيد العنزي من الجامعة الأسترالية وهم لاعبة بمنتخب الكويت. هذه ثاني مرة أنا أشارك مع فريقي باتحاد المدرسي. للأمانة هالسنة إحنا طالبين إن إحنا نأخذ البطولة، لأن كل سنة نطمح إن إحنا نأخذ البطولة بس ما يحالفنا الحظ. تونا خلصنا من بطولة قبل يومين، خسرنا النصف نهائي وهالمرة ما نبي نخسر للأمانة. هل كان عندكم وقت كافي للتدريب قبل البطولة هذه؟ للأمانة إيه، عندنا وقت كافي. صدقنا في صعوبات امتحانات ولوية، وإحنا بعد اسبوع امتحانات فاينل، بس ان شاء الله ان احنا نقدر وي مانج اور تايم. شلون تشوفين اقبال البنات على لعبه الكوره؟ اذا تقصد بشكل عام في اقبال وايد كبير، وسبيشلي حاب دوري الجامعات لانه قاعد يصير فيه اهتمام وايد اكبر من باقي الدوريات اللي قاعد تصير، ومن ناحيه فريقنا في اقبال كبير على اللعبه. يعطيك العافيه. الرياضة والشباب افتحوا للصحة باب، الرياضة والشباب من هو يتحدى ويغلب للسؤال ذي جواب، الرياضة والشباب انت لو تحب الرياضة يلا قوم الرياضة لك مفيدة كل يوم، انت لو تحب الرياضة يلا قوم الرياضة لك مفيدة كل يوم، الكل يشجعك اهلك وربعك الكل يشجعك
بعد انتو ستة واحنا ستة والحكي لك انتي وانت انتو ستة واحنا ستة والحكي لك انتي وانت من هو يتحدى بإرادة وما يعرف الالتحام الرياضة والشباب الرياضة والشباب الرياضة والشباب معك لاعب عائشة يوسف الشطي من الجامعة الأسترالية. عائشة كلمينا شلون شعورك بعد ما فزتي وصرتي أفضل لاعب اليوم؟ والله الحمد لله اليوم فزنا بنتيجة وايد حلوة 12-0 إن شاء الله مباريات الجاية. إنزين المباراة القادمة هل راح تكون أداءكم نفس أداء اليوم؟ إن شاء الله ولا إن شاء الله راح نتطور أكثر ما دام إحنا كل يوم قاعدين نتدرب وملتزمين إن شاء الله أحسن من كذي. كل ما حابة تقولين حق فريقك؟ يعطيهم العافية كلهم شخص شخص كلهم اللي قاعد على البنش ولا اللي لعب كلهم يعطيهم العافية صراحة. معك شهد المنصور لاعب الجامعة الأسترالية بالكويت. شهد كلمينا عن مباراة اليوم، اليوم ما شاء الله فزتوا بنتيجة جدا قوية، كلمينا عن المباراة. الحمد لله فزنا اليوم وكانت المباراة حيل حلوة والفريق الثاني أدى أداء جميل. الروح الرياضية هي اللي خلتنا نفوز وناخذ النتيجة الحلوة وبس. إنزين كلمينا المباراة القادمة شلون راح يكون أداءكم، نفس اليوم ولا إن شاء الله أقوى؟ إن شاء الله نفس اليوم وأقوى، وإحنا طامحين بالبداية إن إحنا ناخذ الكأس. المباراة القادمة شلون راح تكون نتيجتكم، يعني نفس اليوم إن شاء الله ولا أفضل؟ ما تهمنا النتيجة كثر ما تهمنا إن إحنا نلعب نفس ما لعبنا اليوم بهالروح هذه، ويهمنا الفوز إن شاء الله، وإحنا طامحين إن إحنا ناخذ هالبطولة وإن شاء الله خير. مشكورة ويعطيك العافية. الله يعافيك. يعقوب العنزي مدرب فريق كرة قدم الصالات البنات بجامعة الأسترالية. كابتن اليوم ما شاء الله فزتوا في نتيجة جدا حلوة، شنو الأشياء اللي خلت فريقك يفوز بالنتيجة؟ أول شيء الحمد لله على الفوز، يعني توافيق من رب العالمين. إعداد البنات كان جيد الفترة اللي طافت، البنات ما شاء الله كانوا ملتزمين جدا بالتمرين، هذا اللي خلاهم اليوم ما شاء الله يطبقون كل شيء تعلمناه بالملعب، كل شيء تعلمناه خلال فترة التمرين، واللياقة البدنية كانت عالية، يعني مجهود البنات للأمانة هو اللي خلانا نفوز اليوم، التزامهم يعني كان واضح. جميل. بالنسبة حق المباراة القادمة شلون تشوف جاهزية فريقك؟ والله بإذن الله إن شاء الله نكون جاهزين مثل ما جهزنا حق هذه واللي قبلها، راح نكون جاهزين حق اللي جاي إن شاء الله خلال التمرين، التزام البنات ويانا بنفس الأداء إن شاء الله وبنفس الروح راح ندش المباراة القادمة وإن شاء الله التوفيق من رب العالمين. بالنسبة للبطولة هذه هل كان في وقت كافي قبل لا تدشونها؟ والله احنا كان عندنا اوريدي في بطوله مالت الجامعات الخاصه، فكنا اوريدي مشاركين، فتقريبا كنا تقريبا خلينا نقول شبه جاهزين حق هالبطوله، يمكن شويه الاجهاد البدني ولكن هذا كان مقدور عليه شويه انه بالراحه ما راح، يعني وقدرنا نلحق ونكون جاهزين باذن الله. وصلنا معكم أعزائي المشاهدين في ختام هذه الحلقة، نود أن نشكر كل من ساهم وقام في هذه البطولة ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات الأخرى. في أمان الله.